بالجزائر وعلى أرضية ملعب نيلسون مونديلا، خاض منتخب الصحراء الغربية أول مباراة له في تاريخه أمام أحد أعرق الأندية الجزائرية مولودية الجزائر، وسط أجواء احتفالية تخلد الذكرى 50 لإنشاء جبهة البوليساريو وانطلاق الكفاح المسلح الصحراوي. أولا نقدم الشكر للدولة الجزائرية والشعب الجزائري على حضور هذه المباراة. ثاني شيء، رغم النتيجة نحن جئنا نمثل هذا المنتخب، والنتيجة النهائية لا تهمنا، ما يهمنا هو تكوين منتخب صحراوي، وهذه المباراة ستبقى تاريخية رغم نتيجتها. أجواء مميزة شهدتها مدرجات ملعب براقي التي غصت بالعائلات الصحراوية المقيمة بالجزائر رفقة العائلات الجزائرية وبعض المناصرين من مختلف النوادي، في مشهد يعكس تضامن الشعب الجزائري مع شقيقه الصحراوي في كفاحه من أجل نيل الحرية والاستقلال. هي مباراة الفائز فيها والمهزوم منتصر، لأنها مباراة أخوة، مباراة صداقة، والشعب الصحراوي له الشرف أن يؤسس منتخبه الوطني على أرض الشهداء ومكة الثوار الجزائر. هذا بالنسبة للشعب الصحراوي هو حدث 20 مايو 50 سنة تخلد على مستوى مخيمات العزة والكرامة، وها هو الشعب الصحراوي يخلد هذه الذكرى هنا في هذا الملعب، ملعب مانسيل مانديلا، ملعب الحرية، ملعب الكرامة في الجزائر، في العاصمة الجزائرية مكة الثوار. نتيجة المباراة لم تكن مهمة بقدر رمزية المباراة في حد ذاتها، والأجواء الأخوية التي سادتها، وكذا الروح الرياضية بين اللاعبين الذين تبادلوا القمصان مباشرة بعد صافرة النهاية. وقد سبق المباراة الإعلان الرسمي عن تأسيس المنتخب الصحراوي لكرة القدم بالجزائر، المنتخب الذي يطمح لنيل اعتراف الهيئات الدولية الكروية للمشاركة في المنافسات الدولية. المنتخب الوطني الصحراوي الذي بهذا سيفتح باب جديد ومرحلة جديدة للرياضة الصحراوية عموماً، وسيجعلها تصل إلى أماكن مختلفة في العالم، وسيمهد الطريق لتكون الرياضة أو كرة القدم الصحراوية تدخل في المنافسات الدولية، وخاصة أن الدولة الصحراوية عضو في الاتحاد الإفريقي ومن حقها أنها تشارك مثل باقي البلدان الإفريقية في المباريات الدولية وحتى غير إفريقيا. الفريق الصحراوي الذي حل بالجزائر لخوض هذه المباراة التاريخية يسعى حسب لاعبيه لإجراء أكبر عدد من المباريات للتعريف بالقضية الصحراوية في مختلف دول العالم. هذه المباراة تاريخية، يعني في كل حال أول مرة نلعب في هذا الصال الكبير في الجزائر في مكة الثوار، وهي بداية إن شاء الله لتاريخ يعني كبير للكرة الصحراوية لتضامن مع الشعب الصحراوي. نتمنى عن هذه الأولى قال يكونوا مباراة أخرى، ياك الناس تعود تعرف الصحراء وتعرف كل الصحراء وتعرف قضية الشعب الصحراوي إن شاء الله. خوض أول مباراة ودية للمنتخب الصحراوي بالجزائري مباشرة بعد تأسيسه له أكثر من دلالة، بحيث يعكس موقف الثابت تجاه القضايا العادلة ودفاعها المستميت عن حق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها.